بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله محاضرة هذا اليوم هي ضمن الفصل الثالث وتكملة للمحاضرة السابقة اللي تناولت الـ variable load و load curve و load factor. فكل هالمحاضرة متعلقة بمنحنيات الحمل وشنو علاقته بالتوليد، وتناولنا بالمحاضرة السابقة important terms and factors، مثلا connected load قلنا هو مجموع الأحمال اللي مربوطة الشغالة والغير شغالة، الماكسيمم لود لا هو الجريتست أعظم طلب للحمل، لأن أعظم طلب ممكن يكون أقل من الكونكتد لود، لأن بعض الأحمال ما راح تشتغل تزامنا إما بسبب اختلاف الفصول أو أوقات النهار صباحا ومساء، أو بسبب أنه الحمل زراعي أو صناعي أو منزلي أو تجاري. فطبيعة الحمل عفوا تقتضي انه الاحمال مختلفة، وبالتالي الماكسيمم ديماند راح يكون اقل من الكونكتد لود، وبالتالي عندنا الديماند فاكتور عامل الطلب، فراح يكون هو النسبة بين الماكسيمم ديماند والكونكتد لود، وهذا يكون اقل من واحد. رجاء هاي الفاكتورات كلها تعرف اي فاكتور هو اقل من واحد واي فاكتور هو اكبر من واحد، حتى انت يكون عندك تحقق بالامتحان اذا كانت النتيجة مالتك دقيقة او لا. فهذا مثلا يطلع 0.8 0.8 0.7 0.9 وهكذا. الافرج لود هو يعني ببساطة المعدل، معدل الاحمال. فالمعدل شلون ناخذ number of units، اليونت هي الوحدة الطاقة الكهربائية اللي هي كيلو وات اور على الفترة الزمنية اللي احنا بدنا نشتغل بها. فإذا كان daily average load فنقسم على 24، monthly average load نقسم على عدد الساعات في الشهر، يعني 24 ساعة في 30 يوم أو 31 أو 28. واليرلي أو annually، مرات يسمى annually، الـ average load على 8760 واللي هي مجموع الساعات ب 365 يوم. فالأفرج لود إيش راح يتبعه يستخرج من عنده؟ اللود فاكتور عامل الحمل اللي هو النسبة بين الأفرج الماكسيموم. هذا مفيد يعني إذا كان الماكسيموم هو 100 والأفرج 60، نشوف إنه المعدل بعيد عن الماكسيموم، معناته أكو فترات طويلة كان اللود يشتغل بالمينيموم. فهذا بعدين راح ناخذ هل احنا ايش راح نسوي بالنسبه لامور التوليد. لكن اذا كان الافرج قريب على الماكسيمم مثلا 90%، معناته غالبا هذا اللود، نوعيه اللود غالبا هي مشتغله بالماكسيمم او في شيء قريب للماكسيمم. فنقارن الريشيو اوف افرج لود تو ذا ماكسيمم لود، هذا التعريف مالته. طبعا هنا عندنا تي بتي وتختصر بعدين، لان هي اذا كانت نفس البيريد مثلا 24 ب 24. Diversity عامل التنوع أو التباين هو sum of individual maximum على maximum demand، هذا إذا كان عندنا أكثر من حمل مثل ثلاث منازل، ثلاث معامل، ثلاث مدن وهكذا، أو أربعة أو خمسة. فراح ناخذ مجموعهن منفردا 1+1 على maximum للكل، لكل الأحمال، ونشوف التباين. فهذا شو يكون الفاكتور؟ greater than 1، لأن هذا السم لي فوق، المجموعة راح يكون لي فوق والماكسيمم بالأسفل، فيطلع دائما أكثر من واحد. نظريا واحد أو أكثر ممكن يساوي واحد، بس عمليا هو أكثر من واحد. هنا هاي المتعلقة بالأحمال، متعلقة بالبلانت راح تبدي بلانت كاباسيتي فاكتور وبلانت يوز فاكتور، هاي متعلقة بمحطة التوليد، لكن هي أيضا لها علاقة باللود مشتقة، لأن احنا نشوف الطلب من نريد نتناول الطلب على محطة التوليد الديماند أو اللود، هو من راح نستخرجه؟ من اللود كيرف، من منحنى الحمل. فبلانت يوز فاكتور هو الأكتوال إنرجي بروديوسد، الطاقة اللي فعليا منتجة على الماكسيمم إنرجي ذات كود هاف بين بروديوسد، هنا المحتملة يعني النظرية السعة أو الاستيعاب الكاباسيتي، لأن مستخدم كود هاف بين. المهم هذا مين راح نستخرج الاكتوال انرجي الفعليه، هاي العلاقه بالطلب، الافرج ديماند معدل الحمل هو هذا راح يطلع لنا الطاقه الفعليه، والبلانت كاباسيتي هاي موجوده المفروض معروفه لكل محطه. السنوي هذا بشكل عام، اذا كان السنوي ايش راح يكون؟
annual kilowatt hour output اللي هي من استخرجنا من الافرج ديماند على البلانت كاباسيتي في الزمن هنا راح يكون 8760. فهذا الكيلووات اور على 8760 هو شنو؟ هو الافرج ديماند فككناه الى بسط ومقام. بلانت يوز فاكتور استعمال المحطة الريشيو اوف كيلووات اور جنريتد تو ذا برودكت اوف بلانت and the number of hours الحاصل ضرب البلانت كاباسيتي في عدد الساعات مثل ما قبل شوي شفنا، لكن هنا شنو فوق عندنا ستيشن اوتبوت ان كيلو وات اور. ومعطيكم مثال سبوز ا بلانت هافينج انستالد كاباسيتي، انستالد كاباسيتي 20 كيلو وات هي هاي البلانت كاباسيتي، بس شنو برودوسز انوال اوتبوت اوف هالقد هذا رقم بالملايين كيلو وات اور and remain in operation. شوف هنا مو الزمن الكلي، ليس لسنة كاملة، مو 8760 ساعة وإنما 2190. فمعناته شنو؟ أكو جزء هذا يسموه plant use الاستعمال، أكو عدد من الأشهر أو الأسابيع أو الأيام هي ما كانت بالخدمة، أو ربما كل الأيام بالخدمة لكن بالفترة الصباحية ما تدخل بالخدمة، تدخل ظهرا، فهذا يأثر على العامل فاكتور، فلذلك طلع 16%. يونت جنريتد بير انام هذا مجرد حساب لود فاكتور، هذا الوسطين في طرفين من اللود فاكتور، ممكن يعني نستعمل لود فاكتور بطريقة أخرى مو على مود نلقي اللود فاكتور، وإنما عندنا اللود فاكتور بس نريد عدد الوحدات التي تم توليدها بالكيلوات أور. load duration curve هذا طريقة أخرى لتمثيل اللود، يعني إحنا ما نخلي الساعات من الصبح للظهر إلى الليل، لا نريد نعرف الترتيب هنا descending order حسب التنازلي. 8 ساعات واشتغل بال 20 كيلو وات، 4 ساعات بال 15، وباقي الساعات 12 ساعة بال 5، فهذا تراكمي. فإحنا هنا بالكيرف هذا اللي على اليمين، اللي على اليمين الديوريشن الفترة، ما راح يهمنا بالضبط هاي الثمان ساعات اللي كان بها 20 ماكسيمم مش قد كانت هاي، يعني الظهر او بالليل او الصبح، بينما هنا باللود كيرف الحقيقي لا، هذا يمثل لنا بالضبط التذبذب. فنشوف انه الفترة من 8 الى 16 يعني من 8 الى 4 العصر هي اللي كان بها البيك، لكن هنا تجميع فعندنا مثلا فترتين متشابهتين اللي هي الصباحية والمسائية، هذه هنا 4 ساعات وهنا 8 ساعات، نجمعهم هنا يطلع عندنا 12 ساعة بمقدار 5 كيلو وات. هذا الفرق بين اللود ديوريشن واللود كيرف، تمثيل هذه الكميات وليس تمثيل الأوقات حقيقي. هنا منطي الملاحظات المهمة باللود كيرف اللي يحتاج نعرفها. أنواع الحمل هنا تكلمنا عنها، قلنا الرئيسيات هي الدومستيك المنزلي والكوميرشيال والإندستريال، لكن هناك أنواع أخرى مثل الأحمال البلدية كالإنارة والمضخات والترافيك لايت وأمور أخرى. الريجيشن لود الأروائي والتراكشن لود بالقاطرات الكهربائية وحتى مؤخرا سيارات الكهربائية. هذه الأنواع. هسه نبدأ بالمحاضرة الجديدة إن شاء الله، عندكم هاي الأمثلة نحاول نحلل بالمحاضرة، عندكم هذه المثالين مهمات يعني يطن فكرة عن المادة بشكل صحيح، اللي هو مثال 3-9 و3-10، يعني يحتاج ترسم تجيب ورق بياني أو ترسم، أو إذا عندك إمكانية ممكن على ورقة بيضة وتخطط، إذا تحس إنه الأمور مو مضبوطة تجيب ورقة بيانية. 3-9 و3-11 أو 10، هنا الفرق أنه أكو بي كير فأنت ترسمه، هذا التيبل يعطى لك أنت ترسمه هنا على ورق حتى تعرف تطلع الفاكتورز اللي مطلوبة. تسقيط عمودي وأفق. هسه نجي أنه شنو التأثير على المحطات. load curve and selection of generating units شنو التأثير على وحدات التوليد. هنا يقول لك بالأحمر the number and size of the units are selected in such a way
انه نختار عدد وحجم، هنا العدد والحجم، يعني 4 وحدات هم 5 ميجا وات، لو 3 وحدات هم 10 ميجا وات مثلا، وهكذا. شلون نختار؟ ان في طريقه ان such a way that they correctly، بدقه fit، يناسب او يلائم fit the station load curve، نختاره بطريقه تلائم بدقه اللود كيرف، نختار العدد والحجم. مثلا هذا اللود كيرف قلنا هو يصاعد وينزل بطريقه تدريجيه وليس مربعات، لكن احنا للتبسيط العمليات الاحصائيه نسوي مثل ما نشوف باليمين، نسوي هنا مستطيل وخطوط عدله ونقسم. مثلا راح يصير عندنا منطقه واحد اللي هي المنطقه للبيس لود، يسموه لود القاعده، اللي هي مستمره لفتره طويله خلال اليوم كله، واللي هي تتراوح بين 0 و 150. اكو منطقه 2 اللي هي البيك اثناء الظهيره من 150 الى 300، والبيك الاخر هنا المغرب يصير اللي هي توصل الى حد 500، فيتحول طريقة الرسم. المهم هذا على مود نعرف عدد الوحدات المطلوبة. فعموما إذا نسوي الديوريشن عندنا 3 أشكال من اللود، اللي هي الون البيس، وعندنا التو اللي هي إلى حد 300 موجودة الظهر والمغرب، وعندنا الثري اللي هي أكثر من البيك، الماكسيمم أوف ذا ماكسيمم اللي هي توصل للـ500 أو أكثر. فهذا التقسيم هنا قال لك من 12 ميدنايت اللي هي هاي بالبداية، يبدي اليوم ب 12 ميدنايت وينتهي ب 12 ميدنايت، وهاي 12 اللي بالوسط 12 نون. فمثلا من 7 AM after ميدنايت، من 7 صباحا الى 12 نون ظهرا موجود. ايش نحتاج؟ يحتاج يونت نمبر 2 is also operated. ليش؟ هسه هاي الفترة الأولى من 12 ميدنايت للسبعة، هذا السبعة أقل من 8، نحتاج وحدة واحدة تشتغل اللي هي مقدارها 150، لكن من نوصل هنا نحتاج يونت 1 ويونت 2 اثنيناتهم يشتغلون، فندخل يونت 2 بالخدمة. هنا هاي الساعة الفترة بين 12 و2 رجعت يونت 1 وحدها، طفينا يونت 2. مرة أخرى رجعنا شغلنا يونت 2، لكن بالخمسة تقريبا او بالاربعة ونص هنا رجعت احتاجينا يونت 3. فيقول لك من الخمسة بي ام، الخمسة مساء الى العشرة ونص بي ام ايضا مساء، احتاجينا يونت 1 2 and 3، ثلاثتهم بالجنريشن بالتوليد على مود نوفي الحمل اللود كيرف. عدا هذا ما قدرنا نوفي الحمل لازم نسوي قطع مبرمج لود شيدنج. هنا الأهمية بالاختيار، يعني ما يحتاج احنا نقولها، the number and size، عدد وحجم الوحدات، should be so selected that they approximately، هنا ما قال يعني بالضبط، قال تقريبا fit the annual، نتكلم عن annual. بالنسبة للديلي إذا كان عندنا إمكانية ممكن نجيبه مضبوط، بس السنوي شوية اختلاف بالفصول، فتقريبا approximately fit يلائم annual load curve. احنا نصمم المحطة على مود اللود السنوي، ما نقدر ما نصمم محطة على مود اللود اليومي، لكن تشغيل واطفاء الاحمال ممكن يكون حسب استجابة للحمل اليومي، بس التصميم استجابة للحمل السنوي. وهكذا the unit should be preferably، يعني بشكل مفضل، of different capacities، لازم احجامهم الساعات مالتهم مختلفة حتى نقدر نناور بهم. The capacity of the plant should be made 15 إلى 20% أكثر، يعني إحنا صح نوفي، لكن الزيادة مثلا قبل شوية مو 500، مش قد لو تشوفون لود كير هنا 600، ف 15 إلى 20% أكثر استجابة إلى التوسع بالأحمال، يعني ممكن الأحمال تزيد أو تقل، فلازم تكون عندنا إمكانية الاستجابة للزيادة بالحمل. There should be، هناك should be، مستخدم should be يعني من المفروض، احنا اذا مرات عمليا الامور تجبرنا على غير شيء. should be a spare generating unit، يعني مثل قبل شوية شفنا unit 1
إذا تشتغل على طول اليوم 1 ويا 2 أو 1 ويا 2 ويا 3، طيب هي يونت 1 ما راح يعني تطفى، فنحتاج سبير يونت في حال أنه أحد اليونتات طلعت من الخدمة، لكن هاي نحلها بعدين بالربط المشترك. Overload. The tendency to select large number of unit of small capacity. هو الطريقة الأضبط على مود تستجيب بالضبط للأحمال، بدل ما تأخذ ثلاثة ومرات تدخل، ممكن سائل يسأل يقول ليش ما نأخذ ستة صغيرات حتى تكون الاستجابة أدق بالضبط للود كيرف، وما يكون عندنا زيادة، ما نصرف زيادة على الحمل حتى نكون أكثر كفاءة، لأن هو السبب هذا الأحمال أنه نكون نزيد الكفاءة، بدل ما نشغل ثلاث يونتات النهار كله نشغل يونت 1 أو 2 أو 3 بالتبادل. فيجي السؤال أنه ليش ما نسويهن 6 ونشغلهن بالتبادل وبهاي الحالة نستجيب بشكل أدق، لكن هذا غير مفضل. ليش؟ It is because، هنا تعليل justification تبرير، It is because the investment cost per kilowatt hour of capacity increase. هنا كلفة الإنشاء أو التوليد، إحنا راح نبني محطة من 6 وحدات مع كل مكوناتها، مثلا steam turbine ويا الأمور البويلر والمياه والبخار، هاي كل الأمور راح نبنيها، فإحنا الأفضل نسوي أقل عدد ممكن من الوحدات بحيث نستجيب للحمل بطريقة أبسط وأكثر كفاءة وأقل كلفة، نريد نقلل كلفة الإنشاء. نعم نطي أمثلة، رجاء أن تنتبهون أنه ما يصير أنت طالب هسه بالثالث ما تعرف الـ AM والـ PM، مرات ممكن يقول لك AM after midnight اللي هي تشمل صباحا من 12 بالليل إلى 12 الظهر، الظهر ممكن يسميها نون، بس تعبر 12 راح تصير afternoon اللي هي PM مستمرة إلى حد 12 بالليل، فالأربعة PM هي الأربعة مساء، أربعة AM هي أربعة صباحا أو فجرا نحن نسميها. مط مثال، وهنا على أساس هذا المثال مسقط مختار selection of number of size and unit ومسوي لها schedule جدولة one set of highest، أول شيء نلقي الماكسيمم أو الـ highest capacity، فلازم meet fit أو meet هنا يستخدم إنه تلتقي أو توفي أو تلائم الماكسيمم load، there should be overall economy منطق. فهنا نجي على البيس لود، هنا التوضيح، فبالنسبة للبيس لود and peak load on power station، فنفس ما شرحنا قبل شوية هذا الكيرف، يعني حتى إذا ما بدنا نتكلم عن منطقة واحدة أكثر من منطقة، أكو عندنا فترة هي ما يطفى بها اللود مهما قل الحمل، مثلا في مدينة معينة أو في معمل أو في منزل معين ما يقل مثلا هنا عن 20 ميجا واط أو كيلو واط أو anything، وعداها اكو فترات تتارجح، لكن نشوف هذا المينيمم اللي مدى ينزل عنه شقد، فهذا نسميه البيس لود اللي هو احنا لازم مدبرين امورنا انه اكو كهرباء متوفره له حتى نوفر خدمه 24 ساعه، عداها ممكن يصير احنا عندنا قطع مبرمجه وطوارئ، بس بالفترات اللي بيها بيك ما يصير، بالفترات هاي اللي هي البيس لود يصير عندنا بيها مشكله بالحمل. فموضح عندنا تو بيك مثلا ظهر والمغرب والبيس لود، فمسمي بيس بيك أو ماكسيمم أو كريتست، ومعرف في الكيا اللي هو انفارينج، البيس لود مسميه انفارينج يعني غير متغير، مثل عندك مركبة الدي سي ومركبة الاي سي كأنه موجة بها دي سي أو ار ام اس والاي سي هكذا، البيك لود فاريوس بيك هنا متغير ممكن يصعد ينزل. نجي هنا هذا بيش راح يفيدنا method of meeting the load، فنقسم يقول لك جزئين peak load والbase load in order to active economy بشكل اقتصادي، the best method to meet is to interconnect two different power stations. هنا على مود يصير عندنا مرونة، احنا مو نزيد عدد وحدات التوليد بالمحطة الواحدة، لا يعني نصممها ثلاثة او اربع وحدات او ست وحدات، المهم هذا التصميم الاقتصادي، ونسوي interconnection ربط تفاعلي او ربط تداخلي مع من؟ مع المحطات المجاورة، مثل ما دا يصير بأي بلد، احنا هنا يعني يمنا تقريبا 24 او 26 محطة مربوطات سوية برينج يسموه الشبكة الحلقية،
فهاي حتى تعوض. فيجينا فترة البيك تجي تشغل وحدات أخرى، مثلا ندخل محطات غازية أو ديزل اللي هي بيها سريعة بالإدخال بالمحطة، ونخلي المحطات البخارية أو الكهرومائية تشتغل 24 ساعة على البيس لود، لأن هي يعني يحتاج لها متطلبات هواية على مود تدخل، ونتخلي الغازية أو في غير دول المحطات الشمسية ومحطات الرياح تدخل في وقت البيك. فيقول لك more efficient plant، المحطات الكفؤة الشغالة نخليها بالبيس، والمحطات الغير كفؤة وبها صرفيات أكثر وكفاءتها أقل نخليها بالبيك لود على مود تدخل ساعتين أو ثلاثة وترد تخرج من الخدمة. ومطيك مثال، الكهرومائية والبخارية تعتبر محطات كفوءة نسبيا وتدخل بالبيس لود. ومطي هنا مثال على الستيم والهايدرو، والديزل والغاز تدخل أمور أخرى. فالمهم نرجع هسه، هنا قبل شوية حكينا فوائد انه شلون نقسم النمبر اوف سايز، النمبر والسايز لليونيتس. هسه شلون، شنو فوائد انه نسوي شراكة بين المحطات على مود تدخل لنا بالشبكة وتساعدنا بالتوليد، انه يكون ايكونومي اكثر يعني اقتصاد ومور افيشنت. ان بارلل هنا كلها تدخل على التوازي بشبكة واحدة، جريد واحد. فالفوائد exchange of peak load، البيك لود راح يكون متبادل الحمل، يعني مرة على هاي المحطة مرة على هاي، مرة يسوون sharing يشاركون، مثلا زاد عندنا 60 ميجا واط فكل محطة تاخذ 20 او 10 ميجا واط من عندها وهكذا، او احد المحطات تشارك. use of older plants، المحطات القديمة او جديدة بس غير كفوءة، فراح تصير لنا فرصة انه نستخدمها بهاي الفترة ونريحها باقي الأوقات، مثلا نستخدمها 4 ساعات باليوم أو 6 ساعات ونريحها. ولا عداها إذا كنا إحنا نريد نشغل دائما على البيس لود، معناته المحطات ما راح ترتاح لنا، بس نسوي مناورة بين البيك وبين البيس. انشور التأكد من economical operation، التشغيل الاقتصادي، أيضا هذا واضح بالشرح. increase diversity factor، هنا قلنا لكم قبل شوية عامل التنوع أو التباين اللي هو أكبر من واحد، هنا راح يزيد عندنا. من يزيد يعني معناته الأمور تكون كفوة أكثر. شلون؟ هو علاقة الماكسيمم ويا السم، فالسم يصير قريب على الماكسيمم، لو بالعكس يختلف. هنا هسه نشوف load curves of different are generally different. The result is that the maximum demand on the system is much reduced as compared to the sum. احنا قلنا الفاكتور احنا هدفنا نقربه ويا الواحد، فبالتالي نخلي الماكسيمم قريب على السام لو نبعد عن الواحد ونسوي فرق بيناتهم. فهنا شو يقول، maximum demand on the system is much reduced as compared to the sum of individual، هنا فراح يبتعد بالتالي يكبر diversity factor. فهنا زيادة الدايفرسيتي فاكتور هي المفيدة وليس تقليله، يعني ما نريد نقرب الواحد لأن راح يقل، نريد نكبره. فشنو يصير عندنا؟ يصير عندنا فرق بين السم والماكسيموم، فبالتالي الماكسيموم إذا كان أقل بهواية من السم، معناته أكو كفاءة بالمحطات وأكو تنوع وأكو مناورة وفرصة عندنا أنه نطفي ونشغل ونسوي صيانة. هي مو بس الإطفاء، مرات نحتاجها على مود الصيانة أو لعدم توفر الوقود أو قلة ضغط الغاز مثلا بالمحطات، هذه الإشكالات. فهذا يسموه تحسين. In other words، بالمعنى الآخر، the diversity factor of the system is improved. باللود فاكتور مثلا كل ما يصير قريب للواحد أفضل، معناته تحسن. بالدايفرسيتي فاكتور يبتعد عن الواحد أفضل، تحسن هو الابتعاد عن الواحد. increasing effective capacity، لأن راح يزيد capacity المحط. reduce the plant reserve، بالتالي هنا الريزيرف الاحتياط الكباسيتي اللي نحتاجه راح يقل، يعني هو الفرق بين الماكسيمم ديماند بين المطلوب والفائض. هذا حاصل طرح، فراح نستفاد منه، عندكم أمثلة أيضا محلولة على هذا الشيء، حتى أخذناها بالفصول مالت التوليد أيضا، مثلا المحطات الكهرومائية إذا تشتغل بالليل بفترة توفر المياه أو نقصان المياه، فأكو فترة راح يكون بها ريزيرف احتياطي
واسعة راح نستفاد منه، فترة راح تكون بالضبط بقد الحمل، وفترة لا راح تكون أقل من الحمل المطلوب، وبالتالي نحتاج وحدات أخرى ونسوي كو جنريشن أو كومبايند سايكل، ونخلي محطات ثانوية أخرى على مود تغذي الحمل بسبب انخفاض عمود المياه بالمحطة مثلا في فصل الصيف. الفائدة الأخرى هي مترتبة على ذني increase reliability، يكون reliable يعني معتمد أو موثوق به المنظومة التوليد، زيادة الموثوقية أو الاعتمادية reliability. نعطيهم أمثلة عليها رجاء، الأمثلة يعني مثل هاي الأمثلة لا تدخ بها، شغلات هندسية الأمور معتمدة على فهمك للموضوع، انه شلون تستخدم الفاكتورز، شنو علاقة البلانت فاكتور، وهي يعني عندنا تو فاكتورز بالمحطات، بلانت كاباسيتي فاكتور وبلانت يوز فاكتور، شنو علاقتهم باللود كيرف يعني او بالديماند الطلب، شلون الطلب يأثر على المحطات هناك. هنا يعني ببساطة مثل رن اوف ريفر ستيشن، هنا المحطة اللي على الريفر مخليها بالبيس لود، واكو زيادة هنا واكو زيادة الان نوفي. هذا ريزرفوير، اكو محطات شكلين هيدروليك اللي معتمدة على سدود واللي بيها قابلية خزن كبيرة وتوليد كبيرة، واللي معتمدة على نهر ومجرى نهر، وبالتالي سعتها وتوليدها اقل لان الارتفاع بسبب الارتفاع كله يعود لارتفاع عمود المياه. فهو هذا الموجود بالمحاضرة، والأمور الأخرى يعني مجرد تفاصيل تقنية، فهي جزئين، جزء بالبداية بالشابتر الثلاثة يشرح لك الفاكتورات تناولها بالفصل الثاني بالمحاضرة الماضية عفوا، والجزء الآخر على المحطة وشنو تأثيرها على المحطة وليش نحتاج نربط أكثر من محطة على مود المناورة. هنا شوف ببساطة هذا اللود كيرف شلون راسمه من الصفر للستة، خلينا نزغر راحتك، من الصفر للستة هاي معتبر الصفر هي ب 12 بالليل، هذا مسوي أبو 24 ساعة، تقدر تسوي 12 يعني من الصفر من 12 ل 12 ل 12، فمن الصفر للستة شقد 46 ميجا واط. هنا الماكسيمم رجاء، الماكسيمم قبل ما ترسم الكيرف شوف شقد الماكسيمم عندك، وبالتالي شلون تقسم الكيرف يعني 10 10 25 20 بفض طريقة بحيث يعني تقدر تسقط وتشوفه، وأيضا تقدر تعتمد على الجدول، بس يعني تقدر تحسب الحسابات بدون الرسم لكن راح يصير عندك ارباك. فالماكسيموم هناش قد هو 70، بس هو راسم الحد 90 ومنزل، فمن الصفر للستة 40، هناش قد راح تزيد من الستة للعشرة 50، زادت للستين النوب رجعت للخمسين النوب زادت للسبعين، هاي فترة البيك الثانية النوب رجعت للأربعين، وطبعا قلنا هو أكو بيه تدرج لكن هذا الستيبات. فعلى مود نعرف اليونت جنريتد بالداي هاي نلقيها أول شيء، لأن على مود نلقي من عندها الأفرج، فهي عبارة عن نمبر أوف يونت، فهذا عندك مستطيل، هذا مستطيل، هسا هذا شقد 40 في 6، هذا 50 في 4، وهكذا تلقين هنا من الرسم أو تلقين تقدر من الكير. فهنا نطلع 10 قوة 3 لأن دي يتعامل بالكيلوات أور برا، شباقة عنده المساحات مجموع المساحات ضرب 40 في 6، 50 في 4، 60 في 2، 50 في 4، 70 في 4، 40 في 4، هاي آخر شيء 40 في 4. إذا كنت أنت دقيق بالبداية هاي أول شغلة أنت تلقيها، باقي السؤال كله راح ينحل بشكل مضبوط، بس إذا لقيت units of generated يعني بشكل مخطوط راح تأثر عندك على بقية الحل. هنا تعلم أنه مجموع المضروب sum of product، sum of product ده يتكلم وين هنا per day، بعدين عود إذا طلب من عندك شهري أو annually أنت عندك تضرب في عدد الأيام أو السنة. فيجي على average راح يكون ببساطة unit generated على 24 ساعة، فهذا الرقم اللي لقاه مباشرة 10 قوة 5 كيلو واط، يعني نقدر نقول 1.2 ميجا واط على 24، فيلقي الأفرج اللي متولد خلال اليوم 50، صحيح يعني نقدر احنا من الرسم هنا نقول الأفرج 50،
لأن الخمسين ماشي فترة هنا طويلة، وأكو جوا 40 وأكو فوقه 60 أو 70، يعني نقدر نقول إنه المعدل 50، يعني نتيجة معقولة. هاي من عدها أنت تدقق العمل مالتك حتى تشوف، يعني لأن ما يصير أنت الأفرج يطلع أكثر من 70 ولا يطلع أقل من 40، مو صحيح. اللود فاكتور يبقى عاد مقارن، الأفرج على الماكسيمم، على الأفرج لقينا 50 ألف كيلو واط، هنا تقدر تقول 10 قوة 3 كيلو واط أو 50 ميجا واط ببساطة، 50 ميجا واط على 70 كيلو واط. ف يعني هنا مو بعيد الأفرج عن الماكسيمم، مو بعيد، فيطلع 70% أو 71% قريب على 100%، ممكن يوصل لحد 50 أو يصير أقل، بس هو شي يكون أقل من 1، أنت أول ما تلقيه بالبوينتات هاي بعدين الضربة في 100%، فهو أقل من 1 لأن الأفرج على الماكسيمم 0.7. هنا قلنا يا سؤال الآخر ممكن مفيد، هذا هنا أيضا مسوي راسم الكيرف أيضا من 0 للـ6، بس هنا عنده أكثر من مجموعة أحمال، أكثر من مجموعة أحمال مشتغل بها، فهذا على مود شنو السؤال؟ على مود الدايفرسيتي فاكتور، فعامل التنوع ما يرهم إذا مو عندك أكثر من حمل حتى تلقي عامل التنوع. للحمل الواحد ممكن تلقي اللود فاكتور الأفريج، فالسم أوف إنديفيدوال ماكسيمم ديماندز، فهنا الماكسيمم إيش قد راح يكون؟ مثلا هنا 100 لهاي المحطة، لهاي المحطة 50، لهاي المحطة 200، لهاي المحطة 100 أيضا، فسم أوف إنديفيدوال ماكسيمم ديماندز إيش قد راح يصير؟ 450 على الماكسيمم ديماند اون ستيشن كل الاحوال، هاي 3 محطات اعظم حمل اشتغلت بيش قد هنا 350، من شوف من هذا الكيرف 350 منين جاي، نقدر ببساطه نشوفك بالتيبل 200 ب 150 350، لان بهاي الفتره بس 2 مشتغلات 300، بهاي الفتره 100، بهاي الفتره 100 ب 50 150، بهاي الفتره 100 100، هذا حتى ما يحتاج يجمع الكيرف بس هو جامع هنا للتبسيط. فمجموعهم جميعة الماكسيمم اللي مشتغلين به هو 350، لكن منفردا كل وحدة إذا نحسب إيش قد الكباسيتي، مو إحنا على مود التصميم، وحدة على مود الأوبريشن العمل اليومي، وحدة على مود الديزاين بالبداية إيش قد نصمم عدد الوحدات وسعاتهم بالمحطة. فالتصميم الأولي راح يقول 100 ب 50 ب 100 ب 200، فراح يصير 450، لكن هو ما راح يشتغلن بنفس الزمن. فالمهم هذا الطريقة نلقي بها الدايفرسيتي فاكتور، واللود فاكتور والأفريج هو بنفس الطريقة، ماكو فشي جديد. هذا الكيرف هنا مشتغل 12 ساعة من 12 الظهر 12 بالليل، ومقسم الجدول مثل ما هنا موجود. هنا من يقول لك نو لود يعني زيرو، المستهلك الثالث زيرو بأحد الفترات. لأن هذا مثال 3-14 مستخدم بي بلانت كاباسيتي فاكتور، و نشوف مثال آخر مستخدم بي بلانت يوز فاكتور، يعني على مود التنويع. فالديلي لود فاكتور ما مشتغل بجانب الحمل، بعدين من رايح بجانب التوليد. بلانت كاباسيتي فاكتور 1383 على 300، مين ماخذها؟ من الأفرج ديماند باليوم الواحد، لاقي مقسمه الافرج ديماند على 24 باليوم الواحد، اللي هذا يشتغل حسب الزمن عليه من ل 300. ل 300 من جتي وينها بالسؤال معطات؟ نشوف لو احنا لقيناها استنتجناها، فهي هاي ستيشن كاباسيتي، هذا 75 × 4 4 وحدات 4 يونتات على 75 ميجا واط. فالبلانت كلها هي السعة الافتراضية لها النظرية 300 ميجا واط، 75 × 4 يونتات، لكن اللي الأفرج لود اللي دا يشتغل هو أقل، فبالتالي ايش قد طلعت؟ 61% بلانت كاباسيتي 61%. نقدر نلقي الريزيرف من عند الريزيرف، معناته ايش قد؟ 40 أقل من 40 39% تقريبا،
39% هو الاحتياطي الريزيرف. فهي هاي المحاضرة محتوياتها، هذا الفصل يعني إن شاء الله راح يكون عندنا فصل آخر، لكن هذا الفصل هو معتمد على 4 أو 5 عوامل أنت تدرسها، عاملين أو 3 معتمدات على اللود وعاملين معتمدات على المحطة، ونفس الشيء العمل مالت المحطة له علاقة بطريقة أو بأخرى باللود عن طريق الطلب الديماند وكمية الديماند والأفرج لود أو الأفرج ديماند. فهاي كلها الأمور انعكاسية، وعدنا طرقنا إلى الانتر كونكتد من نربط أكثر من محطة ونسوي كود جنريشن توليد مشارك، وشنو فوائده وشنو القوانين الحاكمة له. عندك هنا أنواع الحمل، فإن شاء الله تكون المحاضرة مفهومة. شكرا لكم.